50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. وجابت الناس مالكافية قهوة كانوا وحسروا احنا في اسباس انتيم كيف؟ بالعكس الاسباس هذا نحس فيه نقى فيه راحتي باش نقر كتاب باش نعزف في حاجات ستري ولا حكيت نقى راحتي نقى الشيخة نقى الهبل بجا خاطر اسباس معناه ثقافي بتاع فنانين اللي يجمع الفئات الكل نالي بصحبة زوجي اللي عمل الاسباس هذا في ليفير ديزاين مع القهوة قريب ليك الكتاب مع القهوة قدامك إكران كبير فيها سينما فما شكون يجي بار كوريوزيتي من الأول وهو ماهوش مقتنع ويرجع جيت برشا مرات أول محلة القهوة جيتها من بعد عيد وليد ديما جاي وما تقلقش فيها ماهيش كيف القهوة الأخرين أنا عمري 9 سنين نقرأ في مدرسة الحزام أكثر حاجة نحبها هي اللعب والقراية نلعب أنا وأختي حويزة وميضة البرة تحت الشجرة خاطر ما عندناش وين نلعب محمد مدرستي تبدأ خضرة فيها ورد فيها رسوم تبدأ الحيوط مش مشاكل مدرستي نظيفة نظفوا الساحات والأقسام طواليرات خاطر ما فهمش عساس حبا ما فيهاش كلاب نحب يعملينا مسرح رسم أزهار ماني يعملينا حاجة توصلنا مدرسة الخطر بعيد علينا حتى أختي زهرة تمنى أن تقرأ تحضير أما لا فهم لا روضة ولا مدرسة فيها تحضير كيف الغيب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس ينام وبان في الخليل لهالدرجة يعني ليه مش لهالدرجة عادي ليه مش عادي وشنو اللي ترى فيها عادي العادي اللي أنا قوية أغزر ماري شي من القوة أنت ضعيفة ليه أنا قوية اسأل الناس على روحك ولا على الناس اللي ضحكوا عليك ما ريتش عمل لك ضربك دزق قدامهم هينك بكيك وين القوة انت ضعيفة خاطر ما وجعتكش الدزة والضربة قد ما وجعتك كونك تهند قدام العبيد وغزرتهم انت ضعيفة خاطر مشكلتك الناس وغزرتهم وضعيفة خاطر سكت وما تكلمتش قلت لي قوية تحب نذكرك وقت اللي ليه ما نحبش ما تذكرنيش انا قوي مش انت اللي المره فاتت دزيتني وضربتني قدام هذا من الكل